شايرة شايرة ساعدوا ساعدوا شايرة شو هالجنان هاد؟ قلت لكم ما حدا يلمسها لأن ما أنا مجرمة. شايرة إنسان نظيفة، ليش هيك عم تعملوها مثل المجرمين؟ أمي بعده هيك من الطريق وخلوا الشرطة تشوف شغلة. تحركي لأشوف، بعد خلينا نمرق. أمي أمي وافية، ليش ما عم تعملي شي؟ أمي بعدولي هيك لحظة، بس شوي، لا تخافي كل شي رح يكون منيح. إيه يا محققة، بس أعطيني دقيقة لأشرح لك الشي يلي صار. كان حادث، صدقيني أنا بعرفها لنور، هي لما تهدى رح تجي لعندك ورح تسحب الشكوى تبعها. بس أعطينا شوية وقت. لا بترجاكي لا تعتقديها لشايرة، بترجاكي هي ما لازم. بوس إيدك لا تعتقليها. أفا لا تترجى حدا من شاني، خليهم ياخدوني، أنا غلطت غلطة كبيرة ولازم أتحاسب عليها. لا شايرة صحيح أنت غلطتي، بس مانك مجرمة، والعقاب بس للمجرمين. ما فيني أتركك هيك شايرة، ما فيني. أزهن أنا آسفة، أنا اللي سببت هاي المشكلة، بترجع كل للملكة ولنور إنه أنا بعترف بغلطي. أخي وعفون أمي وافيون، عملي شي بترجعكي. ألو. مرحبا، أنا الملكة رازية، ملكة بوبال. كنتي هلأ إجوا اعتقلوها يا حضرة النائب. إيه بعرف، قبل ما تطلع المحققة اللي عندك خبرتنا بكل شيء، في شكوى ضد كنتك، كان لازم نتصرف. أنا بعتذر منك كتير، بهالحالة ما بقدر ساعدك. أنا آسف، ما فينا نعمل أي شيء لأنه القانون بيمشي على الكل. انت فهمتني غلط، نحن ما منتصل لنطلب مساعدة من اي حدا يا سعادة النائب. انا اتصلت لقلك انه هاي البنت بريئة، كنتي اتهموها بشي بس ما عملته، ولاني بحترم القانون وما برضى ابدا اني اتجاوزه، رح اسمح لكم تعتقلوها وما اعطل شغلكم.
بس ابدا ما بسمح انه تهينوها. لا تخافي جلالة الملكة، رح تكون بامان. يا محققة، انت كيف تجرأتي؟ كيف تجرأتي تدفشي شايرة هيك بهالطريقة هي؟ أنا شفتك. لا تصرخ إذا سمحت يا أستاذ، نحن هون بمركز شرطة مو ببيتكم. إذا كانت ملكة ولا كانت عروس ولا أي حدا ما بتفرق، نحن هون منعامل المجرمين كلهم مثل بعض يا أستاذ. شايرة ما أنا مجرمة. أذن أنا بدي أشوفها لمرتي. أنا آسفة كثير يا أستاذ، بعتذر منك، ما فيك تشوفها. ليش ما فيني؟ إذا كنت حابب إنك تقابل مجرم موجود هون، في إجراءات لازم تعملها بالأول. طيب ماشي، لكن اخدميني وحطيني بالسجن معك كمان. أذان، أنت شو عم تقول؟ لا تعمل هيك بترجاك. بعتذر منك يا أستاذ، ما فيي أخدمك أبداً بهيك شغلة، لأنه هذا السجن للنساء حصراً وبس. إذا ما فيك تدخليني على السجن معناتها ما رح تقدري تمنعيني من إني شوف مرتي. بمنعك وشوف كيف، مرتك متهمة بجريمتين قتل. رجاءً لا تعقد القصة أكثر مو معقدة، خلينا نشوف شغلنا ونمشي القضية، أحسن ما تندم على تصرفك وتقضي عمرك كله بالسجن مثل ما رح يصير بمرتك بالضبط. خدوه لبرا يا عناصر. تفضل. ما رح روح يا شايرة، انتي مانك لحالك، رح كون جنبك طول الوقت. هالوحدة بعمرها ما رح تنتهي، صدقيني. كنتك ارتكبت جريمة بشعة، ارتكبت كارثة كبيرة لأنه ماتوا اثنين بسببها. أمي! شي اللي صار أنا المسؤولة عنه. نوري اللي صار حادث، شايرة ما أنا مجرمة. لا تخليني أضربك. شو أنتي ما بتستحي؟ تعي لعندي لأضربك. عمل لك تعي لهون. وقفي وقفي، تعي لهون نور، تعي. أمي
ارجعي واضربيني اضربيني. مشو مشو ما بدك اضربيني، بس ارجعي لعندي لو سمحتي. بوعدك بحياتي ما رح اتخانق معك، وما رح ما رح جادلك، ورح اسمع كلمتك على طول. بس انا بترجاكي ترجعي لي امي، بترجاكي بترجاكي ارجعي لي. يا ماما رازية، إذا أنتي هون لحتى تدافع عن كنتك فأنا ما بدي أسمع أي شيء. الله ياخدني إذا عم كذب، بس الملكة رازية مو فاضية تواسيكي. هي هلأ بس عم تفكر شو تعمل مشان تبرئ كنتها وتطلعها من السجن. لكن نور حبيبتي، ما بيلبق لك الزعل. إذا كان معك حدا أو لا ما يهمك، أنا رح كون جنبك. اتفقنا؟ تمام؟ ها؟ هدول العالم ما بيسألوا عن حدا وما بيهتموا غير بحالهم، بس نحنا بعكسهم منهتم بغيرنا ومنحس بوجعهم، وإذا خسرنا علاقتنا معهم رح نتألم من جوا. لازم نواسي بعضنا حتى نستمر ونقدر ننسى الزعل اللي بقلبنا والناس الغاليين اللي فقدناهم. آه نور حبي، تعي يا روحي. آه خلص بكفي يا قلبي، اسمعيني شو بدي أقول. في حدا هلأ حابب يشوفك ويعتذر لك عن شي هو عمله معك. بتشوفي؟ نور نور نور، أنا بعرف اللي عملته مو قليل ولازم أتعاقب عليه، وأنتي بتقرري أي عقاب أنا أبلام فيه. صدقيني لا تحاكيني ولا تطلعي فيني، وإذا بدك سبيني أنا رضيان يا نور، بس سامحيني وارضي إني ضل هون جنبك. أنا ما فيني شوفك عم تبكي أبداً صدقيني، ولا فيني اتركك بهالحالة لحالك بنوب. رح اتركك بحالك، بس لا تخليني بعد، بدي اكون قريب منك. بلي بترجاكي بلي نور، انا بدي ضل جنبك. أنا إذا بعدت عنك بموت صدقيني، أنا ما فيني بعد عنك ولا ثانية واحدة. بترجاكي بلي إني ضل. نور بترجاكي، أنا أمي ليلى.
العالم يلي ما وثقت فيهم ابدا اجوا وواسوني، والمقربين تركوني لحالي بهالمصيبه وما حدا منهم وقف معي. شو عملت بحالي؟ بسبب اهمالي قتلت شخصين. ما راح سامح حالي ابدا، انا ما راح سامح حالي كل العمر على هالغلطه. ليش هيك صار يا الله؟ ليش؟ أنا آسفة نور، بس ما فيني أعطيك إياها مشان تجربيها. هيك لكان، أعطيتك أغلى شي عندي واللي هو آزان، شاب بطول وعرضه حلو، وإنتي ما بتعطيني شقفة إسوارة؟ أنا رح أعطيك هديات أم العروس. خلص بكفي يا نور، حاجة تبكي يا قلبي؟ هدي حالك. نور، يا نور، انتي ما اكلتي شي من الصبح يا بنتي، بترجاكي لازم تاكلي، واذا ما رضيتي تاكلي ياسمين رح جلدك ملكة رازية. انتي قلي لا، بس قلي لا بس انه ترجع، بس يا حبيبتي قلي لا ترجع، واكيد هي ما رح تخجلك. خلص نور، خلص حبيبتي، خلص ترجع، بدي اياك تقلي لا نور، وهي بتسمع منك. ملكة رازية، هلا جبناها لخالي ياسمين من المستشفى. قد ما حاولتي انك تعملي حالك منيحة يا ست سوريا، ما فيكي تنزعي علاقة الملكة رازية وآزان بنور. الله ياخدني إذا عم كذب، ما بدي انزع علاقتهم، بس بدي سن سكينتي حتى تصير حدي
وتقطع على الملكة رازية. كيف طلعت من السجن؟ تحياتي ملكة رازية، عملت اللي طلبتيه وأطلقت سراح شايرة خانم، وهلأ ما عليها شيء. على أي أساس؟ على أساس أنه كل شيء صار هو حادث. ما كان حادث، هي كانت جريمة. جريمة. نور، نور اهدي وطولي بالك شوي. انتي خسرتي امك بعرف، بس انا كمان خسرت اختي انا. بس صدقيني هاي مانا غلطة شايرة ابدا حبيبتي. صح معك حق، أكيد هي مانا غلطة شايرة. كيف ممكن تغلط وهي كنتك؟ ومرت ابنك العزيزة أكيد من المستحيل إنها تغلط. يلي صار هو غلط أمي، أمي يلي هي ماتت بالحريق، وغلط فايز يلي جاب جاه على هذا البيت. وانا ماني قدرانة اني انتقم لأمي بنوب، ولا قدرانة رجع لها حقها ابدا. امي على طول كانت تقلي نادي لك ماما يا ملكة رازية، لأنك كنتي بمثابة أمي. بس اليوم أنتي أثبتتي إنه كل هالشي غلط. أنتي بس بتكوني ملكة لبوبال، وأنا مجرد خادمة عندك. يا نور لا تحكي هيك يا حبيبتي، بترجعك. خليكي بعيدة عني. العلاقة الجديدة أهم بكتير من علاقتنا، لهيك عم تدافع عنا مو؟ هي يلي أخذت مني أمي بسببها أهله لفايز،
قالوا إني منحوسة. بسببها هي النحس، هي سبب كل شي صار، هي اللي قتلت أمي وحرمتني منك كل عمري. لا، لأنها يتيمة، عملتني يتيمة مثلها. انتي مانك يتيمة، الله بيعلم انه من اول مرة شفتك فيها يا شايرة اعتبرتك مثل بنتي.